أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. وخففت إن نفق العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنزي موصلا. وإن تخفف النفس مهستكا والخبر اجعل جملة من بعد أن. وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا، فلحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو وقليل ذكر لو. أوزوري والله بلا دوا هندي أحكاماتي أم حروفانا أجينا سر بشي أخيري أحكاماتي إن وأخواتي إن أويش تخفيف لسدانا عندها أتا شوار دانا تخفيف لإنو أنو لكنو كأن أو دواني كتخفيف أنت دانيو تخفيفي إن دادريو دبيت إن أو كاتف قل العمل إتل عملك كما يعني إثبات عملك كراوة بتخفيفه وبتخفيفه بلام أو انديك وحالتي بعملي لإني مخفف داهية حالتي عمل أو دنيا بويدا فلم فقل العمل جاو كاتك تخفيف درا وتلزم اللام إذا ما تهمل لام ضرورية لسر خبركي كاتي كواتي دبي مهمل دبي عملنا كابو تشونك وقت للشكلة دقيقا الشكل يوكو إني نافية دتشت بوغي فرق ببالا بين إني نافية وإني مخففة دا دينن أو لا مدادن تشونك إن إني نافية بقرار قطع لام ابتدائي لسردانا بيوكو خوين من بيشتر كقوتمان أو لاما لكلاميكي من فيلا بقرار قطعي نابت رحمة الله. زرتك وربما استغني عنها إن بدأ أم بحث أقلقت الندادة لبيرد ما بيت أحسن لرى الرد بلي برجار بنيازي حاصل دبيل عنها للامك يعني نياز نابي بلامك كي إن بدأ ما ناطق أراده معتمدا أجر بدأ إن بدأ يعني أجر أشكرابو تي أشكرابو ما أوشتيكوا ناطق ناطقك أراده أي هوي وعرزي زناب الدكم كاعتمادي ددا تسير أو كاتك أوابو نياز بلا مكناك لشوينك ألين أجر قرين نبو واجب لا ببيت بلا أجر قرين نبو ناطقك حاتبو كلامك قتبو إني تدابو إتر لسياق إثبات دابو نقل السياق نفيدا وواضح بو ككلامك مثبتا نقما فيا لو صورة دائما يزمن فيني ولا شرح كجا توضيح كيدا دينون أو كات يزمن فيني أو كاتا أرزي بلادري خومكم. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنزي مصلا فعل أجر ناسخ نبو فعل ناسخ نبو وكو كان وأخواتي كان فلا تلفي غالب إتر بغالبي بإنوا وصل نابط يعني زورت الواية إني مخففة كتوصل جملة فعلية فعل كتيا فعل ناسخة إن كان إن كاد آو جاربا تائر أمان دبروين جاء وقتا أجمع يوا إن شاء الله أخذ بو دروين أرزد دكم لسر أو درسي بيشوتر أو آتا وأظان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله نكتيك ضروري بو كبير لم أويش أويا أبو أسود الدؤلي كيك كلا أو كسانا كمعاصري إمام علي أخوالهم لا يكن راضي به وشارزايك أدبيات عربوة على جويلي ولا كابريك عجم كمسلمان بو ام اتي لخندانه قلت ان الله بريء من المشركين ورسوله بجرح عنده ذاك بجربه يتر
يعني خوا لمشتكين بيزارة ولا بيغمر جن أعوذ بالله بيزارة أوائل يدي ترو طبيعية جا إتر زور نار حد بزور پريشان بو بخب النووي قرآن بودولا أو كاتبو كقرآن ننقتيبو چونك رسم الخطي عليه وسلم أبو ننقتيبو ونا حركة وسكونشي بو إتر بويا بو كفرموي بويم قرآن لناو عجمة نجداها هاد نقل لناو عربان داها وبعض زاين به هاتن دستيان كلمة سيبه حركة جزاري قرآن قال يا زملائي بحث من لا تخيف إني أفرمي وخفت إن المكسورة فقل العمل إني مكسورة مخفف دبيو فقل العمل يتر عملك إيش يا كما ككما عرزي بلاي خومكم وكسر الإلغاء وإلغاي إن لتخفيفا زوتر تاوكو إعمالك أو أنديك إن دبيت إنو كارناكا وعملناكا أو زوتر تاوكو بتخفيفي شو تسبك عملكات دليلك شو لزوال اختصاصها بالأسماء شونك أو اختصاصيك أم إن بويتي بإسمانوا كخاصيس الجملة اسمية بو إستي أجد بيت إن أو اختصاص لدزتي هم بجملة فعلية وارد به هم بجملة اسميش وقرئ بالعمل والإلغاء قوله تعالى وإن كل لما ليوفينهم أم آيات آياتي صويان زي سورة هودة آياتك كزورتر قسل مولدي أعراب كيداها آياتك كزورترين قراءة لا سرخ بين نواكي هي حالي بيبوكا تبا قراءتي سبا تبا قراءتي معدوني سبا تبا قراءتي شازي شتا عرزي برادري خوامكا أم آياتا آواخ بين دراوتاني كبيلين لواقع دا البتا من نظر نولا ليرش اشتيكي ويليني متاسفا قراءة عاصم أويا وإن كلا لم حالبي بينجيان عاصم أبو عمرو بن علاء بصري حمزة كسائي ابن عامر بإن ديخ منوان إثلاو بو صورة محل شاهدي إمنيا حالي بوكا بينجيان ديخ منوان وإن كلا لما ليوفينهم بتشديد ما إلا ماش ديخ منوان بينجيان وديخ منوان لم حالي بي؟ زرت شاكا بلان دودانا ابن كثير قاري مكة نافع قاري مدينة أبو بكر يكيق لراوية كان عاصم دوبارا خوين دوانا توانا وإن كلا لما ليوفينهم البد أو بينجانيكش لتخفيفي ما كدا ولا مشدد بني ما كدا اختلافي كان هر هيلة كلها أو أوجب هر بزاني لا قاعدة اختلاف يكين هي بلان بينجا كاني كدلان وإن كلن دخل من نانية أم دوانو أبو بكر شكيت شكل رابي كاني عاصم عاصم هم أبو بكر ناوي الروايات اللي كدوا مشهور ناوي شعبة بن عياشة وهم حفصيش أم دوانا بلان زوت العلماء الروايات حفصي أنت إيد كدوا أبو بكرش لعاصم ولقل نافع كقاري مكيو المدينة ولقل ابن كثير كقاري مكة خوين ديوان تواني وإن كلا لما ليوفينهم لم حالي بوكا وإن كلا لما ليوفينهم ولم قراءة دا كقراءة حجة دو قاري حرم حرمي مكي ومدني بإن كلا يا خوين ديوان تواني بس ليرا كان دا كلا منصوب وخبري تيا إنك بلام اسمي إنك أفرين أو خبرك شو اللي دواويتي لم حالي بوكا بس إعمالي إن هيا بلان كما أو عند إلغاك زورا إعمالك أو عند زورنيا وأمزا لم شوينا بترازي لقرآن دا كقراءة أو دوبيا وقوري لسرا هرشي إني مخففة هاتبي هيتشي لقرآن دا عملي بيه ندراوا لم حالي بي آفرين وأوقتها هلم قراءة أوج بزاني
قراءتي ايش كشي تدا هيا اوش سير لها قاعده اي جويك عزيزي برادري خو مكان قراءتي ابيو حسني بسريو اباني بن تغلب اما خنجان توان السيد اما قراءتك كان شاذن البتا هرب تخفيفي ان خنجان توان وبرفع كل اوش تيكي سيده ان كل البتا قراءتك وكاتها انك اني مخفف لمستقلو عملنا كدو وكاته بلان لقراءتي متواتر ذاك قراءتي سبعة ودوانا عملي كدو لا قراءة الشخص كذا عملي نكدو أو جاء قراءتي بحظ ولا سرن أو كتماشى وتفسير إعرابي أنا بك هرب عن دولة بيلي أني أمن ده زورا حالي لازم دبي زور تاك ها أو وقتها سيبه ويهل الكتاب ده فرمي حدثني من يوثق به حدثني من يوثق به أنه سمع من العرب إن عمرا لمنطلق أمش بو إعمالي إنك عليه بومنين قسكر دوا كسيك كوا اعتباري في هذا كريك كالعرباني بستوا إن عمرا لمنطلق إنك بتخفيف وتجهر عملي كردوا وتلزم اللام أي لام الابتداء في خبرها إذا ما تهمل ولام بيويز دبي وضروري دبي يعني لام ابتدا لخبر إنكدا كي إذا ما تهمل أو كاتك واتلبت مهمل لبت وعملنا كات بو لئلا يتوهم كونها نافية بو أوي جماني أو نشت كأو أو إنا أو هاي كونها بو إنكات توانه بو جماني أو نشت كإنكات إني نافية بلان فإن لم تهمل لم تلزم اللام أجر مهمل نبو يعني عملي كرت واجبني اللام لكاتيك واجب اللام لصر خبرك كعملنا كينك عملي كر شونك قرينة هي كما إني نافية إني قرينة كتيا يا رابي اسمو خبرك اسمك منصوبة أمجا اختلاف يك لم زمينة دا هي لسر أملامة أري أملامة لام ابتدايا يا لام شكيو غير ابتدايا لامي تشيل لامي ابتداء لامي تشيل ابتداري شكل بلا أري أم لاما سلاميك همان لامك دلي إن زيدا لقائم همان لامك لتتسر متلا لزيد قائم همان لامك لتتسر خبري متلا أقا بيجدك ولقائم زيد يا لامي شكايا دقتك مذهب علماء لم زمين دا أو يدور إيمان هيا سيبويه أخفشي شاقردي كأخفشي أوسطي فعلا أخفشي صغيرش زوربي النحوية كاني بغدا أرزي جناب الدكم كباشماوي نحوية كاني بسرو كوفا يجيش كلا زاناني قول بنا ابن الأخضر أمانة دلا همان لام ابتداء كلا قال إن مشددة كيدت أم إن زيد لمنطلق همان لامك لسر إن زيدا لمنطلق بو أمر إسي بويها لذا فرمي أو لاما همان لاما ليرا كان دا أرزي زناب الدكام هاتوا لبر فرقنا بين إني نافي وإني مخففة دا بلان أبو علي فارسي كبسي بويه دو مشهورة ابن جني كشاقدي أبو علي كومال الشكا على أن أم لام غير لام ابتدايا غير لام ابتدا وتشيدا هندراوا لبر أوي كوا فرق بين إني نافية وإني مخففة بك حال لازم دبي دليلي أمانش أويا علين أم لام لكاتيك أرزي جناب الدكم أجر إنك مخفف بو أتيت سرشتك كأوكات إنك مشدد وندتو مثلا لدرسي بيشو ده خير ما قال بيرد بيه قلت من أم لا مناتش يتأثر فعلي ماضي متصرف ما دام قدي لقل دعنا بيت وابو رحمتي خالي بيه بلان أقا قدي لقل دعبو دتشت بلان أم لا ما أبو علي فارسي دليه العرب وبسراوة إن زيد لقام ويا قام فعلي ماضية متصرفة بقد شئني شيء تتصر لبحالي ببكى يعني وأمجى
ودلي دسيتا سر معمول فعلك كمنصوب ولدواويتي وكل قران دهاتوا وان وجدنا اكثرهم لفاسقين وان وجدنا اكثرهم لفاسقين واظن والله ولم نصور اعراب ده ابلان شمال اياتك نازان دي امش اجر النبي لفاسقين دروزنيا قال ارزمي باب جن امر ايشيري ابو علي فارسيه بلام ابن خروف بتأيدي سيبويه أفرمي كقصك يقصيكي حق ورواية كدلنا لام ابتدايا لام شكنية يعني بردي أبو علي فارسي بتأيدي سيبويه أفرمي لكاتيك إن مخفف دبت لكاردك وكارناك أو لامك دينا بوي فرق بيني إني نافية وإني مخففة دا حرب تخفيف إنك لا مكش دوشاري تغييرات يكدبه دسيتر سر اشتهايك كتا إنك مسقلب ندتو بس أو كلام دسيتر سر اشتهايك كتا إن مشدد بو ندتو إي آسواري تخفيف إنك يكدبه تأين إنا هر لام لامي تي لامي ابتداء لرأيك حاليوي لرتك بس قصي حق قصي سيبويهو همان لاما كبيش اوي ان ببيتا ان نبوا ايسيشهر او لاميا بلان او كاتا زورتر كاري تأشيدي كلوا ايسي كاري تأشيد ناكا ايسيدكا فقد كاري اويا بتو دليك ام اينا ليرداهيا ام اينا تشيكاكي من إني مخففة وإني نافية كاركي أويا فرق بيني إني نافية وإني مخففة أكا ليم قيشي بوكا زرتك زر بجي بس تهير حالي بخو إما لقتنا داش أخوين من كاتك قرينة ببيت رواندي كلامك درك إنك النافية نياز من بلامني لا موازبني وكاتي بلان كاتك ندى زاندلا داخو كلامك نافية نافية نيا يسي إن زيد منطلق بإثباتش دخوا بنفيش دخوا ليه دا واجب بيهني بلان لشو إنك كقرينة بو إتر لازمناك ضروريني واجبني وحتميني ألا وربما استغني عنها عنها يعني شيء عن اللام هندي جار بنيازي للام دبيت بنياز دبين للام بنيازي للام صورة دقريكي إذا أهملت كاتكوا إهمالج بو إنك هادو بيشو إني إنك عملي نذكر نيازيش بلام نابت جاري ويا كي إن بدا إن بدا يعني أي زهرة أقدر كود ما أو شتي كوا ناطق أراده أقدر كود أوشتي كناطقك أي هوي معتمدا عليه كتكيدا وتسر أقل أوشتي كناطقك دي هوي كنفيني وإثبات الدر كود ظاهر بو إتنياز من بلام نيا يما لامك بو يدينين كبجي وكين ككلامك مثبت ومنفيني دي وقت لكلام ناطقك دا خد إثباتك دردكوي أو ديلي ظاهر وواضح ورونة لام ببي قيدنا كبلام وكو واجب واجب نية حالي بلا مثل وكا أولا قد ونداش أوشتبو كقوله وكو شاعر ظاهرنا يكنا ترماحنا وشتي شوا كدلي أنا ابن أباوت الضيم من آل مالك وإن مالك كونت كرام المعادن فلم يأتي باللام لأمن اللبس بالنافية ضيم بمعنى ظلمة تم حالبي أو كان مالك ناوي باوكي بناوي باوكي أو قبيليك أو قبيلي ليك أو قبيلك آل مالك مالك باوكي هوليانك قبيلك لو كوتوتو بناو أو ناو غزاري كراو أبات صيغيك
أبات أبات أنا أبا أنا ابن أبات الليمي شاركة أبات أبات جمع اسم فاعل جمع آب أبا يأبى فهو آب وكو قاض لم حالي بوكا جمع كشي دبيتتي أبات وكو قضات وكو الدعاة وكو غزات ساوليتي بوكا لم حالي فزل بابي سي أبا يبا شاعر تعريفي خويك على تي هذا تعريفي خوي بابا في رشيك على من كري أوانم كوا أبات الضيم بون نتونا جير باري ظلم و بيملي ظلم نبون أبايا أبايا منا منايا يعني امتناع ظلم من ظلم قبولنا كدو لشي لآل مالك ومالك براستي سرتاوي معادنا معادن يعني منظور باري نسبة يعني كرامي معادن يعني النسبه كي برزي هي أملي ركاندا الله فلم يأتي باللام كإنك هاتوا لسر خبركي لام نهاتوا بو لأمن اللبس بالنافيتي چونك التباء أمن التباس يا بنافي وبدليلي تي بدليلي أو كلامك لمت حايا أيوانيا دي النفي واقعا مقتضي زم أجل النفي بكرت فز مدحك مقتضي إثباتا أو قلت لا ناو أنا كان يجدا يا رابا كيدا أو كبيز بأويا إن إني مخبل مستقل مالكم مبتدايا إتي اسم كيني باشا كانت أجزي زناب الدكام اسم كيتي دا مستطيلة كهية جولية أتيتو بو آل مالك باعتباري وي بويبا مؤنسي هاتوا شونك آل مالك باعتباري قبيلة قبيلة مؤنس كرامة خبرك يأتي باب جمزة ولا معادن جملة كانت كرام المعادني تقرأ خبري تي خبري مالكنا حالي بيمزل مطلبة زرت ساك بخشي باني لبحثي إني مخففة دا أفرمي والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه أي تجده دم حالي بيبوكا غالبا بإن ذي المخففة موصلة بخلاف ما إذا كان ناسخا على فعل أجر ناسخا نبو يعني لو فعل نبو كفعل ناسخا فلا تلفي يعني تجده يا لنسخيش كلام سلاو لم تجده أتو النايبيني بغالبي كأرزي زناب الدكم بغالبي أتو نايبيني بزوري نايبيني كوصل كلابي بتيوا بإنكوا واتا إني مخففة أقر شوصة جملة فعلية بصورة عام وايا لخزمة عارسكم أو جملة كدت يتسل جملة فعلية فعلية كفعلية ناسخ تأسي كل مطلبة كتبو بخلاصوار بو ظلم لا مغنيدة بلا بخلاف ما إذا كان ناسخا فيصل بها أما ببيتشواني أو ككاتي كواتبت ناس بلا عفو أجل ناسخ بو عفو نانا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه أي تجد غالب بإن المخففة بإن ذي المخففة مصلت سام سبحان الله لولا من أبو فعل أجل ناسخا نبو أتو نايبيني كواب غالبي وصل بو ببيني مخففه بلان بخلاف ما إذا كان ناسخا فيصل بها أما أجا ناسخ بو أو جملة فعلية وصل بيتيو بإنكوا قال في شرح التسهيلي بيجوي أو بلم لبحثي إني مخففة لمغنيدة كألبتا
بلا كتوضيحي كلش مداوما دي قد فرمو أفرمي أجر شو صار جملة فعلية وجب إهمالها، والأكثر كون الفعل ماضيا ناسخا. زورت الواية كالسية تسر عزيزنا بدكم جملة فعلية فعلك ماضي لبي وناسخ لبيت، وكو إن كان لك كبرة كالجاو آتي هنا أمريكا دريج بدس خوش بي أي دس خوش بي لم حالو يباوكا. وإن كادوا ليفتنونك إسراء حتى توصي، وإن كادوا كاد في لنا صغنا مقر، وإن وجدنا أكثرهم لفاسق، وجد في لقلبين مقر في لنا صغنا. ودل أما الزورتا كيف اللي ماضي دبيت جا جالبا عند الله يك مرتبة باينت اللي ماضيك أو دفع لنا الزورتا كيف ماضي أم جا باينت اللي ماضيكي طلب هاينت الماضي ودونه أن يكون مضارعا ناسخا. أجر ماضي نبو رتبة خوات اللو بزوري أولا ستسر فعلي ماضي تو خواتر مضارع مضارع كشهر وكو ماضي كناسخ به وكو تي وكو إن يكادو الذين كفروا كاد يكادو يكادو مقر مضارعي كادنيا. وإن نظنك لمن الكاذبين ظن مقر فعلي ناسخ لناسي سمتلاو خبر أي رحمتي خوالي ذاتك أمد أضرب بعين تلوى أتيت السر ماضي كوا ناسخ نبيت هذا توضيحاتك شيء أبو والله أنا عنده كافية. قال في شرح التسهيل خدي ابن مالك لشرح التسهيل هذا فرمي جاء شرح التسهيل هر كاتب لهر شوي نجديت بكرة شونك همو أوانيك منتقدي ابن مالك يشن الان لدواء الكتاب سيبوي هشتي ولا نحودا ينسلوه دواء تايبتيا اتا يعني واقعا موسوعي كي قولي لنحودا. وامزا بابزاني كتابي كي قطوري اوكو مغني بيكشي بتواوي معنى اسالات شرح التسهيل لدر ذكبه لسر تواوي اوشتاني كالدواء ابن مالك نسلاون شرح التسهيل اسر قزار بوا كتابي كي زور زور عجيبة ليه ده فرميتي والغالب يكون بلفظ المعلي هروكو ابن شام بوم نقل كدي زورت أو فعل ناسخة كبفعل ماضي لبيت وكو وإن كان لكبيرة ككان فعل ناضي ناسخة وقل وصلها بالمضارع ده فرمي كما وصل بوني إني أو هابو إني مخففات جتوا إني مخففة وصل ببتي بمضارع وكو وين يكادوا الذين كفروا كي يكادوا ماضي مضارع كادية ناسخيشة. ودواتر ده فرمي وكذا بغير الناسخي وأجر وصل بها جملة فعلية وكف جملة فعلية كفعل ناسخ نبيت أو إشتيا أو إش كما نحو كدل شاعر دلتي ألتج نك شاعر شاعرة شلت يمينك إن قتلت لمسلما وايد زنب شو بقى شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمدي. أما آخري درس كمان وبات توضيحي أم شعرة بودة أم شعرة آفرتي هي صحابية خوا درجاتي عليك بناوي عاتكي كتي زيت يك يقبوا لآفرتاني دوراني إسلامي كبي حد شوخوشنقو بالا برزو تايبتي بوا بوكي أبو بكر الصديق بو خوا درجاتي عليك خيزاني عبد الله كوري أبو بكر الصديق بو ارتباطي بيني أمجد أو ميرد فوق العادة عجيب بو يعني بحدك بيك وتسبابون أبو بكر الصديق ما ترسيبو لويك و بنوعك وابستجي زوري أم كوري بخيزانكي لميدان جهاد ودعوة وفعلت ديني بدوري خاتانه بغير دسول بدا فرين دي وفرة طلاق دي لشوين أعجاي لي أبو كعبد الله بوجنكي دي قليا كطلاقي دابو بوي دلي بوي سوتاو فرمي بيه نوا وظاهرا عبد الله لشري طائف دا شهيد بو برحمة إخواتشو. دوائي شوي كرت بزيدي كوري خطاب برا قولي عمر كوري خطاب أوج لدوراني شر الردة لشر يمامة شهيد بو دواتر شوي كدو بعمر كوري خطاب حالي بوكا عمر كوري خطابش طبيعة شهيد بو أوصي دواتر شو كدو بشي بزبيري كوري عوام
أويش لا شري بيني مسلمان دكا لا شري صفين دايا صفين كا أو لا شركش حاد بدلو خوشركة دينا لكن لا شركة لا شوينك خوتبو بياوي بناوي جرموس هات شهيدي كردو سري لي كردو بدياري بدي بو إمام علي كا بحد بيزارب ونار حد بو لو عملنا إنسانيو أم أعطيك خانم كخيزاني زبيري كري عوام بو أم شعري بنسبة قاتلك وقود حالوي ألي دستت شلل بيو بشكت دعايا تو مسلمانك تكشت واجب بيبوتو نازل بيبسرد دا عقوبة قاتل متعمد إشارة بو آياتي ومن يقتل مؤمنا متعمدا أمجدي فجزاؤه جهنم خالدا فيها أودو وغضب الله عليه أوسه ولعنه أوشوار وعد له عذابا عظيما بينج دانا عقوبة بنابا خواهي قولا وقاتل متعمد استلير دام شاعر شارك حجته چونك لو دورانا دايا كأدبيات دوچار انحطاط و فروپاشی نبوه این نافیه یا چو تصد جمله عفو اینی مخفف لمستقله باشه چو تصد جمله چی فعلیه بلان فعلی ناسخ نیه اما کما اما زور کما جا الی ردا مطلبی که ماو بیلم اویا کوتایی بحثا کما هنا او کدالین این دبیت اینی مخفف أما قصي بس لي كان أو دنيا بروخي وصل لنتاشي وكي كوفي معتقد بإني مخففني لهر شوين يكا إني عندي على إني تيا إني نافية رحمة الله به وأمجا ألم شعر دا كذلا إن قتلت لمسلما أقتوب لي بكوفي كام لي أي أولامتيا أي أولامتيا نا أو منا يبوكمن قدمنا أنا والله أي أولى متيا أو أندلا أولى ما بمعنى إلا يا أو أندلا أوان ألان جملة لما محلي لجاجي تعليل دايا حال يرزم دبي شنك تو مسلمانك تكشت يخوى دستشكي لو شو أنا ذا كلامي لي يا دلا زائدة لامك يا دلا بما أجد بمعنى إلا أبو دلا أجب إلا إذا خوارت لنا معنا إلا يا بإلا إذا خوارت لنا بكتيا زائدة يا.